بقى اعمل الصوص الاحمر اللي هو بتاع اللحمه بتاع اللازانيا. اللحمه عندي معصجه، بس انا برضو هحط معلقه زبده، زبده او سمنه اللي عندك. ادي شويه زيت و هاجي الصلصه بتاعتي وادي اللحمه وادي الطماطم اللي انا بشراها فيها ميتها. نشيل الغطا. طبعا لازم نسمع كلام المخرج بتاعنا. ادي الزبده ساحت، هروح اول حاجه حاطه لها ايه؟ الصلصه. اللازانيا انا ما بسلقهاش، بس بستعمل كل الحاجات سخنه، يعني لازم البشاميل يبقى سخن، الصوص يبقى سخن، ويبقى البشاميل كتير ومش تخين علشان اللازانيا تستوي وتطرى من غير ما اسلقها. اصل السلق اللازانيا ده شغلانه، وتلزق بقى ببعضها وتسلقي واحده واحده، شغلانه احنا بغنى عنها مش محتاجه. يعني اخلي الصلصه تشكشك كويس اهي. ايوه ادي دي اللازانيا، شرايح اللازانيا بتاعتي، ومنها مصري زي الفل بجد ما شاء الله زي الفل، سعرها معقول جدا وموجوده في كل السوبر ماركت ومن كذا نوع، يعني في كل انواع، زي ما المكرونه فيها كل انواع دي برضو فيها كل انواع. الصلصه هجيب بقى الطماطم بتاعتي، شايفين انا عايزه الصوص يبقى كتير، وادي اللحمه المعصجه، هحط فيها معلقه الاوريجانو، زعتر بلدي، ومعلقه سكر، واقلب كويس عشان يتكون الصوص بتاعي اهو، يغلي غلوه. واخر حاجه هحطها المشروب، شرايح المشروم سواء فريش او معلب اللي عندك، ولو فريش ما تسلقهوش وما تسويهوش، هو يغلي غلوه خلاص معاهم ويبقى. بصوا كده انا عايزاها اخف سنه، يعني هروح حتى ايه ربع كوبايه ميه عشان يغلوا كلهم مع بعض. بس شايفين اهو ده الصوص بتاعي، وانس انه غلي كويس خلاص جاهز. هاجي بقى اجهز الطبق اللي انا هشتغل فيه على ما ده يغلي، علشان احنا لما بنسيب البشاميل بيتخن، فهعمل ايه؟ هخفه ربع كوبايه ميه مغليه، وبالمضرب السلك برضو هتلاقوه فك ورجع خفيف وزي الفل اهو. بصوا اهو، حاسين انه عايز يخف تاني حط، بس انا هو كده كفايه. شايفين؟ شايفين؟ تحفه اهو. خلاص كده معايا البشاميل تحفه قمر على راي ياسر. واجي الصوص الاحمر، شايفين؟ اهو هحط شويه ملح عشان بس ايه ما حطيناش ملح. هجيبه بقى كل الحاجات تبقى جنبي عشان اشتغل مره واحده. ادي الطاجن بتاعي مش مستطيل، فالمستطيل طبعا اسهل، بس مش مشكله، اللي موجود عندك استعمليه. وهقول لك هنعمل ايه. اول حاجه هحط، ماشي هحط، خليني اجيب معلقه أيه. هحط بشاميل، اهو، وافرده في الطبق، اوكي، وبعدين هحط اللازانيا، هقطم بس الجنب كده واحطها
على البشاميل دايركت علشان تطرى. اوكي، وآجي هنا كده اهي، واروح جاي عامله ايه، لو انا عايزه املى الحته دي كمان اخد حته رفيعه واجي احط الصوص عليها. ما تكتريش عشان هو كذا طبقه بيبقى من اللازانيا والصوص، فالمهم بس ايه ان السائل يجي على اللازانيا كلها. واجي احط بشاميل تاني، مش كتير بقى يعني، عارفه الجبنه لسه ما حطيتش انا جبنه موتزاريلا، خدوا بالكم اهو بالراحه كده، بالراحه وبسرعه لايرز، كل يعني هي طبقات حسب الطاجن معايا هياخد 2 ولا 3، حسب ارتفاع الطاجن هياخد 3 ولا 2. هاجي بقى تاني اعمل اللازانيا، ادي اللازانيا اهي، وزي ما قلنا ما بنسلقهاش كده احلى. وادي هنا اهي اوكي، عايزه تملي بقى بدول اهي، ما فيش مشكله خالص مش هتبان. واجي احط هنا الصوص، الصوص اقلبه، بص بص يا ياسر عشان الميه ساعات بتنزل بيفصل، فلازم اقلبه واروح حاطه الصوص عليها خلاص اهو كده اهي اهي. هي بص هتاخد طبقتين بس مش مشكلة، طبقتين بس هتاخد يعني، احنا انا حطيت ايوه لو عايزين بصوا انا حطيت دلوقتي 2 لازانيا، هتاخد واحدة تالتة لازانيا بس مش هتاخد بقى لحمة تاني وكده، هوريكوا هنعمل ايه. ادي كده خلصنا اللحمة، هنيجي بشاميل بس كده علشان لا لسه اهي كده اهو كده اهو، خدوا بالكوا ان في كذا طبقه من البشاميل فمش لازم تبقى الطبقه تخينه لا. واجي هنا اروح حاطه اخر طبقه من اللازانيا كده، كل اللي عندي بحطه وبقفل. بصوا بقى الجبنه الموتزاريلا بخلطها باخر طبقه من البشاميل اللي انا هحطها، بمعنى ادي البشاميل اللي فاضل شايفين، هحط شويه ميه سخنه علشان ما يتقلش، ميه بتغلي، واقلب البشاميل في الميه الاول اهو، دي ادي البشاميل بميه او لبن سخن زي ما انت عايزه، وادي الجبنه بدل ما تخلطيها فوق الصينيه كده اسهل اهي، دي علشان ما تعمليش طبقه الجبنه زي البيتزا كده تفصل، لا انا عايزاها مخلوطه بالبشاميل. واروح حطها بسم الله الرحمن الرحيم، سواء زودته خفيته بميه او بلبن لازم يبقى سخن عشان ما يقفش اهو، بس اهي واروح بالمعلقه بقى منزله كل الحاجه دي علشان استفيد بيها، واروح فرداها اكون مسخنه الفرن على 180 واروح مدخلاها الفرن، اول ما تغلي الجوانب بتاعتها اروح مشغله لها الشوايه خلاص، هتاخد حوالي نص ساعه في الفرن، ما بستناش لما تتحمر من فوق لا، مجرد انها تغلي داين ما يدورها خلاص بروح مشغله لها الشوايه بس، شايفين اهي
دي اخدت معايا ثلاث رقات لازانيا ورقتين من اللحمه وطبعا بشاميل فوق وتحت. هروح احطها في الفرن وهروح لفاصل، هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا.